أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، عرفت 15 سنة الأخيرة انتشار خطاب يهتم بقضايا البيئة وتزايد عدد الجمعيات المنخرطة في الدفاع عنها. والأهم من ذلك أنها تميزت بتنامي الوعي بأهمية الحفاظ عليها. ورغم انبثاق هذا الوعي الإيجابي، فلنسير في الطريق الصحيح وليحظى هذا المسار المشترك بالتنسيق والتعاون بين الجميع. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتطبيقا لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب في نفس المجال، خاصة منها المتعلقة بتعزيز التدبير المندمج للنفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري المنتج لفرص الشغل والهادف لتحسين إطار عيش المواطنين، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من التعاون التقني الألماني بوضع استراتيجية وطنية لتقليص وتثمين النفايات اعتماداً على معطيات خاصة بمختلف جهات المملكة. تم تهيئ هذه الاستراتيجية التي مكنت من تحديد كميات النفايات المنزلية والصناعية البالغة حوالي 26.8 مليون طن سنوياً، من بينها 7.4 مليون طن من النفايات المنزلية والمشابهة لها في الأوساط الحضرية والقروية، 5.4 مليون طن عبارة عن نفايات الأنشطة الصناعية، 14 مليون طن عبارة عن نفايات البناء والهدم. ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 39 مليون طن في أفق 2030. تبلغ كمية المواد القابلة للتدوير حوالي 800 ألف طن بالنسبة للبلاستيك، في حين يتم تدوير ثلثها. بالنسبة للكرتون حوالي 160 ألف طن، في حين يتم تدوير 28% منها. وتبلغ كمية المعادن حوالي 800 ألف طن، يتم تدوير نصفها تقريباً. وهناك حوالي 130 ألف طن من النفايات الإلكترونية يتم تدوير 13% منها فقط. بالنسبة للبطاريات المستعملة تبلغ كميتها حوالي 13 ألف طن، يتم تدوير ربعها. فيما يخص كمية العجلات المستعملة فتبلغ حوالي 50 ألف طن، يتم تدوير 42% منها. وهناك 170 ألف طن من زيوت المحركات، يتم تدوير 36% منها. من أجل تسريع وتيرة التأهيل البيئي والانتقال نحو اقتصاد أخضر شامل، ساهمت الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات في تقييم الإمكانيات المتاحة لإحداث وتطوير منظومات فرز وتدوير وتثمين النفايات في مختلف جهات المملكة. وتهم هذه المنظومات كلا من النفايات البلاستيكية، البطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المطاطية المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكرتون المستعمل، ونفايات البناء والهدم. ستمكن هيكلة وتطوير هذه المنظومات من خلق الاستثمار وإحداث فرص الشغل، وكذا إدماج القطاع غير المهيكل لتثمين النفايات الذي ينشط في هذا المجال والنهوض به، وبالتالي تحسين الشروط الصحية والبيئية للعاملين بهذا القطاع. تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات 8 محاور، هي تقوية الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بتقليص وتثمين النفايات، تقوية الإطار المؤسساتي، تمويل التدبير المستدام للنفايات، الحرص على التقليص من كمية النفايات، تطوير اقتصاد دائري ملائم لخلق وظائف خضراء، دعم التخطيط والأداء على المستوى الترابي، تعزيز البحث والتنمية، التواصل والتحسيس وتوعية المواطنين. إن تفعيل هذه الاستراتيجية سيمكن من تقليص تكلفة التدهور البيئي المتعلق بتدبير النفايات الذي قدر سنة 2014 بحوالي 3 مليار درهم فاصل 7، أي ما يعادل 0.4% من الناتج الداخلي الخام. كما ستساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وحماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.